احنا جينا من غزة قالوا لنا اطلع على الجنوب، جينا على الجنوب لقينا الضرب مكثف في الجنوب، جينا خشينا قعدنا في شقة اللي من ورانا صار ضرب ومن قدامنا صار ضرب، صار فيش امان يعني، كل غزة ما فيش فيها مكان امن. فاحنا يعني لازم الواحد الانسان خلص يسلم امره الى الله وينوي الشهادة والرباط ويشوف بيته يقعد في بيته. ما فيش تفرقة بين غزة وبين رفح وبين خان يونس وبين الجنوب وبين الشمال وبين الشرق وبين الغرب، ما فيش تفرقة بتاتا. فيش يعني هم جابونا على الجنوب والجنوب عماله بنقصف كل يوم، كل يوم بكون في شهداء بأعداد رهيبة. أنا عمري فوق السبعين سنة عمري ما شفت يعني حضرت كذا حرب ما كان بالشكل هذا، ما كان بالشكل هذا ولا بالوحدية هذه ولا بقلة الدين ولا بقلة الضمير. والحمد لله إحنا ما إلنا أمر إلا بالله، لا دولة عربية ولا دولة إسلامية ولا أي حد في الدنيا إلا الله. الحمد لله رب العالمين.